جيل زمر، وكل المغنيين بسجلوا زمر، بس كمان في نفس الوقت انا في لي دور معين، يعني رسالتي الشخصيه اللي انا اللون اللي انا بحبه بحب اغنيه، ان كان اغاني فرانكو او اغاني طرب. وانا بدليل السي دي الاول سجلته انا اغاني فرانكو، يعني يعني اشي تسمع مش اشي زمر. وفي الي كمان كان في يعني بالطيار الثاني انه في زمر، يعني اشي زمر. فاليوم الشارع الفلسطيني يعني بحكي لك، يعني بيجوا على اصحاب المحلات السيديهات وإشي بيسألوا في سيديهات نازل جديد، اوكي والله في نازل مثلا لاحمد ابو صالح، لشفيق كباله، فلان لعلان، في زمر للاسف. يعني هذا السؤال الرئيسي اليوم، سؤال الشارع، يعني في زمر والله في زمر، في لون فيش زمر، في ناس بقول لك لا انا بدي اسمع. طب ما انه هذا الشيء انت كفنان ما بتحب يعني او ما بتحب تقحم حالك فيه بشكل كبير، ليش الفنان الفلسطيني بنجر وراء أهواء الشارع مثلا؟ ليش ما أنتم ترجعوا للفن الفلسطيني الواجهة اللي كان فيها أيام زمان؟ هو يعني احنا قدر الإمكان بنحاول، يعني حتى في حفلاتنا بنحاول يعني نحكي لأهل الناس، أهل العرس، يعني إنه خففوا شوي من الزمر، حتى بس بدك تسمع العرس ما تندوش، يعني مش كله زمر 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 زمر، الناس بتزهق لدرجة إنه أنت بس تيجي بدك تحضر سي دي العرس بتمل. يعني اوكي الزمر وانت ترقص وتدبك وإشي ما بتكون حاسس، بتكون خلص انت بعالم غير، يعني عالم طيب غير عن الواقع. معنا اتصالين في هذا الصباح، نائل من مدينة نابلس، يسعد صباحك. فقدنا الاتصال، معنا اتصال اخر من مدينة رام الله. شيرين كل عام وانت بخير. وانت بخير، صباح الخير. تفضل يا شيرين، انت على الهواء. كل عام بخير، وانت بخير. والمقيمين على البرنامج، وصباح الخير للمطرب، مطربنا. صباح النور يا حبيبي. حابة أبعت إهداء لأهلي بغزة. تفضلي. صباح الخير، بدي أبعت تحية لأمي بغزة، أم رائد الحويحي، بقول لها كل عام وانت بخير يما، إن شاء الله بخير أنت وتصحى منيحة. وتحية لأبوي كمان، ببعت سلاماتي و وكل عام انت بخير يابا، ان شاء الله بخير. ابو رائد احمد الحويحي، ان شاء الله صحتك منيحه يابا، ان شاء الله بخير كلكم. ولاخوتي الكبار رائد ورائده واولادهم ومرت اخوي رائد كمان، كل عام انت بخير. لاخوي ياسر ببعث له اللي خطب قبل اسبوع، بقول له كل عام مبروك الخطبه وكل عام انت بخير، ولخطيبتك سهير، وان شاء الله ربنا يفرحكم دائما. ان شاء الله بكونوا يسمعوك يا شيرين، كنت معنا من رام الله، كل عام وانت بخير، وكل عام اللي اهدتيهم هم بخير ان شاء الله. معنا اتصال اخر، رائده من مدينه القدس، يسعد صباحك. وصباحك فراس، صباح ضيفك الكريم، وصباح الفلسطيني وين ما كانوا والاصل والمحررين جميعا. الو، تفضل انت على الهواء. الله يسعدك، تابعت اجمل باقه من الورد باحلى الالوان والاوركيدا لرئيس لابو مازن، وكتبت له هاي الخاطره. الو، تفضلي سريعا بس لو سمحت. الله يسعدك، كتبت خاطره للرئيس ابو مازن بعنوان تحيه لابي مازن. حي الله رئيسنا ابو مازن يلي باعماق قلوبنا ساكن، رئيسنا بيرفع الراس حامل همنا، الله يكون بعونه يا ناس، يا رب تمنحه الصحة والعافية اللي ضل رافع راية فلسطين عالية، وتبعد عنه شر العدوين قليلين الظهير والدين، ويظل صلب متين في زمن ظالم مظلم، لا يعرف لله يشرع ويتعدى على حدود رب العالمين. ألف ألف تحية للرئيس، حي له رئيسنا رائع. شكرا لك يا رائدة من القدس. شكرا لك. معنا اتصال آخر من طول كرم، اتصال. ألو، تفضلي. صباح الخير. يسعد صباحك. كيفك؟ تمام الحمد لله، كل عام وانت بخير. بقدر اصبح على احمد؟ اكيد. صباح النور يا حي الله. فنان احمد. هلا، صباح الهنا. صباح الخير احمد. هلا، صباح الهنا، شو الاخبار؟ الله يخليك، بسم الله عليك، نبهج على الساز بتجنن. الله يسعدك يا رب. كل عام وانت بخير. انت بخير وصحة وسلامة، سعد صباحكم جميعا. عليك وعلى اهلي وعلى قرايبي وعلى كل شعب فلسطين. كل الشكر لكم، ان شاء الله كل عام وانتم بالف خير، طول كرم وفلسطين كلها. تسلم تسلم، كل عام وانتم بخير. وانت بالف خير، شكرا لك. اذا نتواصل في الحديث. احمد، كنا نحكي عن انه دور الفنان الفلسطيني في انه هو يوجه الشارع، مش الشارع يوجه الفنان لوين بده يروح. اي دور ممكن تلعبه انت كفنان في توجيه الشارع او اعاده الشارع او المزاج الفلسطيني الى الفن الاصيل، الفن الفلسطيني اللي كنا نعرفه زمان؟
هو الأصل إنه يكون اتحاد، يعني هاي تكون مبادرة من اتحاد الفنانين الفلسطينيين. يعني مع كل احترام لهم كلهم أصحابنا وحبايبنا، الأصل إنهم هم يحكوا بشكل عام للمغنيين الشعبيين الفلسطينيين إنه غيروا هذا اللون ووجهوا الشارع الفلسطيني للتراث وللأصل اللي إحنا بنتغنى فيه. إحنا بنطلع برا نمثل بلادنا، نمثل بلادنا وكل الناس بتحض. يعني أنا يعني حضرت كثير لفنانين فلسطينيين اجوا على الامارات على ابو ظبي، وكل العالم بتيجي تشاركنا فرحتنا وبينبسطوا على تراثنا ولوننا. فليش احنا لا نقلد الوان الناس؟ يعني ليش نبعد عن هذا اللون بالضبط؟ ليش لا احنا نغني اللون السوري؟ طب ما لوننا حلو كثير يعني مرغوب وكل الناس بتحبه. فالاصل انه التلفزيون اتحاد الفنانين يحكي مع الفنانين الفلسطينيين، وتكون مبادره كمان شخصيه من الفنانين الفلسطينيين كلهم. يعني أنا من عبر شاشة فلسطين بدعو كل فنانين الفلسطينيين يحاولوا يرجعوا الفن الفلسطيني لأصله للتراث. يعني أوكي الناس بدها زمر، طب كمان يعني لو تخفف من الزمر بصير شوي شوي بينتهي. بالتأكيد. الآن نتحول إلى قطاع غزة مشاهدينا الكرام، ومجموعة من رسائل الأسرى المحررين إلى القطاع، والرسائل التي يبعثون بها إلى أهلهم في هذا العيد. بهذه المناسبة إلا أن أبرك بالتحيات والتبركات بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى الأهل والأحبة في الضفة الغربية، وخصوصا عائلتي الكريمة الوالد والوالدة، وأقبل أيديهم من هنا من قطاع غزة الحبيب. أنا أتوجه بالتهنئة أول لأهل غزة اللي احتضنونا واللي يعني أكرمونا على الآخر كرم، وأقول لهم كل عام وأنتم بخير وبارك الله فيكم وربنا يجزيكم ألف خير على اللي عملتوه معنا. ثم أتوجه بالتهنئة إلى إخواني وأحبابي في مدينة الخليل الرحمن، وهنئهم بعيد الأضحى وأقول لهم كل عام وأنتم بخير وتقبل الله طاعتكم، وبارك الله في تلفزيون فلسطين ربنا يجزيهم ألف خير. شكرا جزيلا. طبعا اسمي إدريس الرجبي، ببرق سلامي إلى أهلي في الخليل وببعث سلامي لأمي ولإخواني ولأهل الخليل العامة، وطبعا وبهني اهل غزه بهذه الصفقه العظيمه التي شرفت يعني كل امه محمد صلى الله عليه وسلم، وببعث سلامي طبعا وبهني